جريمة صهيونية وصفت بأنها الأكبر منذ نكسة 1967، فالاحتلال الصهيوني يسعى سعيا لتهويد مدينة القدس ومحو تاريخها العربي. ففي وادي حمص ببلدة صور باهر بمدينة القدس تقوم سلطات الاحتلال الصهيوني بهدم منازل المواطنين المقدسيين في حملة صهيونية تطال أكثر من 100 شقة سكنية كمرحلة أولى. مئات الجنود اقتحموا المنطقة وأجبروا الأهالي على إخلاء المباني بالقوة، ولم يسمحوا لهم حتى بأخذ ممتلكاتهم الخاصة، بل ومنعوا الصحفيين من تغطية جريمتهم. فبأي حق يقوم الاحتلال الصهيوني بسلب أملاك المقدسيين؟ وهل ما يقوم به الاحتلال هو تنفيذ لصفقة القرن التي تسعى الولايات المتحدة لتنفيذها وتوافق عليها أغلب الأنظمة العربية؟ نناقش هذا الموضوع بعد أن نتابع مقالا نشرته صحيفة هارتس العبرية وترجمته صحيفة القدس العربي. مئات رجال الشرطة وحرس الحدود والجنود بدأوا صباح اليوم بهدم مبان في حي وادي الحمص شرقي القدس، وورد من حرس الحدود أن 13 مبنى معدا للهدم. نشطاء إسرائيليون ودوليون أبلغوا بأن القوات انتشرت في المكان ساعات الفجر وقامت بإخلاء عائلة تسكن في أحد المباني، وكذلك النشطاء المعارضين للهدم. وزارة الدفاع أمرت بهدم نحو 70 شقة في الحي الذي يقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، بذريعة أن المباني قريبة جدا من جدار الفصل وبذلك تشكل خطرا أمنيا. مبنيان من بين 13 مأهولان ويعيش فيهما 17 شخصا، ورفض قضاة المحكمة العليا يوم أمس طلبا لتأجيل موعد الهدم. هناك عائلات وضعت كل ما لديها كي يكون لها بيت، وكل شيء دمر أمام أعينهم في جريمة بشعة تقوم بها إسرائيل. قال للصحيفة حمادة حمادة العضو في لجنة وادي الحمص: حي وادي الحمص يقع في مدخل قرية صور باهر بجنوب شرقي القدس، وخلافا لباقي أجزاء القرية يقع هذا الحي خارج حدود بلدية القدس في أراضي الضفة الغربية. معظم الحي يعتبر منطقة ألف، أي تحت إدارة ومسؤولية أمنية للسلطة الفلسطينية، ولكن في أعقاب التماس قدمه السكان في السابق تم تغيير مسار جدار الفصل بحيث لا يمر وسط القرية. نتيجة لذلك يوجد الحي في الطرف الإسرائيلي للجدار، ولكن من ناحية قانونية يعد جزءا من الضفة وتحت مسؤولية السلطة الفلسطينية. وحسب أقوال سكان صور باهر وادي الحمص، هو منطقة التوسع الوحيدة التي بقيت للقرية التي حشرت بين الأحياء الإسرائيلية وجدار الفصل. وفي السنوات الأخيرة بنيت في القرية مبان كثيرة بمصادقة مكاتب التخطيط في السلطة الفلسطينية التي تم شغلها في معظمها من قبل الأزواج الشابة وعائلات في القرية. ولكن قبل 7 سنوات تقريبا أصدر قائد المنطقة الوسطى أمرا يمنع بناء البيوت على بعد 250 مترا عن جدار الفصل، وحسب أقوال السكان فهذا أمر لم ينشر ولم يعرفوا عنه شيئا، فإن الصلاحية التخطيطية لأراضي القرية هي أساسا بأيدي السلطة الفلسطينية. وقبل سنتين أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر هدم ل13 مبنى جديدا تخالف التوجيه الموجود في الأمر باسم الحرب الديمغرافية ضد سكان شرقي القدس.